انا بحرككم مره تانية. الحقيقه ان المصريين في الخارج لا يقلوا باي شكل من الاشكال في دورهم وواجبهم وما قدموه للبلد عن المصريين في الداخل. بالعكس، يمكن السنوات الماضيه كانوا بيساهموا بدور كبير جدا جدا للحفاظ على استقرار اقتصاد الوطن، وكمان كممارسه ودعايه للبلد في كل مكان باخلاص ومحبه كبيره، وحرص كمان على الاجيال الثانيه والثالثه ان هي تتواصل مع بلدهم الام. وكمان شفنا تغير كبير في سياسه الدوله المصريه السنوات الماضيه، واصبح عندنا وزاره معنيه بالمصريين بالخارج، وادوار مختلفه المصريين بالخارج بيلعبوها، وتمثيل برلماني ايضا. لكن انا دايما بقول ان احنا بنطمح للمزيد، وهم من حقهم اكتر، لان هم ممارساتهم ودورهم الوطني كان كبير جدا جدا جدا، ويكفي ان هم تحملوا ثمن الغربه، وعايزين نستمر في مكافئتهم. اسمحوا لي نرحب كمان بضيف العزيز الاستاذ عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعوديه. والجاليه المصريه في السعوديه جاليه كبيره وعملت دور كبير جدا. انا بيك يا فندم، نورتني. اهلا بحضرتك استاذ حسين. اخبار حضرتك ايه؟ يا رب كله تكون بخير. مصريينا في السعوديه عاملين ايه؟ كلهم بخير، بيسلموا على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. ربنا يخليك. كان في اقبال كبير من المصريين في السعوديه على التصويت في الانتخابات الماضيه. انا عايز تفسير لك ده ايه؟ انا عايز بدايه طبعا بقدم التهنئه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاكتساح في الانتخابات الرئاسية 2024، وإن شاء الله 6 سنوات تكون حافلة بالإنجازات لمصريين الداخل والخارج. عايز أقول لحضرتك يا أستاذ حسام، المصريين في الخارج عملوا كرنفال واحتفالية تحدثت عنها العالم بأكمله. المصريين بالخارج لأول مرة أنا شاركت في الفترتين الانتخابيتين اللي قبل كده، وشرفت أن أنا كنت وكيلا لسيادة الرئيس، وأيضا في الفترة دي المصريين في الخارج المرة دي أول مرة أشوف شباب بهذه الكمية الرهيبة اللي جت شاركت، وده إن دل فليدل على الوعي والثقافة عند الشباب المصري في الداخل وفي الخارج. ده ليه؟ لأن المصريين في الخارج حسوا بالتحديات اللي بتواجهها مصرنا الحبيبة، سواء من جميع المجالات اللي يمكن ذكروها الضيوف قبلية عشان ما كررهاش تاني. وبناء عليه كان في مشاركة جميلة وإيجابية ومشرفة للمصريين في الخارج. المصريين في الخارج زي ما حضرتك تفضلت، وتحديدا في المملكة العربية السعودية، نقترب من 3 مليون، أكبر جالية على مستوى العالم. أنا كنت في لجنة الرياض، دي أكبر لجنة موجودة برضو في العالم. سبق للانتخابات كان عندنا تمهيدات واستعدادات لهذه الانتخابات داخل مدينة الرياض وفي جميع أنحاء المملكة. العملية كانت أسهل المرة دي عن المرات الماضية. احنا برضو عايزين مشاركات أكبر ونسهل عليك على الناس بره بشكل، كانت أسهل إجرائيا يعني؟ الإجراءات ما اختلفتش كتير عن المرات اللي قبلها، لكن كان تنظيميا كل مرة بيكون عندنا الجديد، سواء من السفارة المصرية بالرياض أو القنصلية العامة بمدينة جدة. الإجراءات كانت على ما يرام، كان في دقة في الوقت، ولأول مرة يا أستاذ حسام في تاريخ الانتخابات والاستحقاقات الدستورية للمصريين في الخارج يتم تمديد الوقت، وده حصل في اللجنة الخاصة بمدينة الرياض. تم تمديد الوقت عشان كان في إقبال كبير كبير جدا. ولو كنا استمرينا كنا ممكن نقعد لتاني يوم وناس جاية بتصوت، فكان احتفال جميل جدا. الظاهرة كمان اللي لفتت نظري وأنا مشارك في هذه الانتخابات هو وجود رابطة تشجيع النادي الأهلي ونادي الزمالك لأول مرة يشاركوا وبهذه القوة بالأعلام، وكان دخولهم كان دخول حاجة كده يعني مشرفة. وشفناهم في ماتش اتحاد جدة اللي احنا كسبنا فيه، كانوا برضو وجود مصري محترم ولطيف. طبعا فالحمد لله احنا باستمرار دائما وابدا بقول احنا خط الدفاع الاول عن مصرنا الحبيبه، هم المصريين بالخارج. طبعا تمثيل مشرف. انا برضو عايز اهدي باقه ورد لشعب مصر العظيم في الداخل. الكرنفال والاحتفال، انا خلصت انتخاباتي في المملكه العربيه السعوديه وجيت علشان اشوف المصريين في الداخل هيعملوا ايه.
واحنا كنا بندعو المصريين في الداخل نقول لهم يلا يا اهالينا يا حبايبنا لازم ما تشجعوا بيكو. لما لقوه في بداوا يعني يعرفوا انه لا المشهد هيكون متغير السنه دي كمان. انتوا اللي بداتوا القطار. هي الحقيقه البدايه من تبقى من عندنا. ايوه. طب انا هسال حضرتك سؤال مباشر. ايه اللي المصريين في الخارج يحتاجوه الفتره القادمه من الرئيس؟ احنا لدينا 6 سنوات قادمه تحديات كبيره، وبعض التحديات الداخليه برضو اثرت شويه على الجاليات بره في بعض النواحي الاقتصاديه. وانا عايز اتكلم معاك بصراحه، ايه طلباتكم؟ ايه اللي انتم محتاجينه الفتره القادمه؟ كان في بعض المبادرات زي السيارات وغيرها، لكن اكيد حضرتك محمل ببعض الرسائل. اكيد. هو بس انا عايز اقول احنا اخدنا ايه من الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت. اخدنا كتير جدا، على رأسها زي ما حضرتك تفضلت مبادرة السيارات، تصحيح الوضع الخاص بالتجنيد الشباب المجندين، ده كان ليه دور كبير للم شمل الاسر لشبابنا اللي موجود. ايضا ان الجوازات بتاعتنا شهادات الميلاد اصبحت بتيجي في 21 يوم الاول. طبعا ده رقم قياسي بالنسبه لنا. في تسهيلات خاصه بالمصريين في الخارج، لكن احنا طلباتنا ايه؟ وانا محمل بهذه الرساله. أيوة. من خلال 90 دقيقه من حقكم. ربنا يخلي حضرتك، مجال مفتوح ليك. تسلم. اشكرك يا استاذ حسام. احنا طلباتنا شحن الجثمان على نفقه الدوله دون قيد او شرط. يمكن قبل ما نطلع الهواء حضرتك كنت بتقول لي طيب شحن الجثمان ما كل الناس متأمن عليها والتأمين بيشمل شحن الجثمان. انا بجاوب حضرتك على الهوى، في بعض المهن للأسف بيكون التأمين بتاعها انتهى، وبناء عليه بنحتار ازاي هنشحن الجثمان على نفقة الدولة. فده بيقابلنا صعوبة كبيرة جدا. احنا عايزين نبقى زي الدول اقل مننا بكتير، ان يشحن الجثمان لبعض المهن التي لا يشملها التأمين على نفقة الدولة. جميل. وأعتقد ده حق ويمكن التصرف فيه. وزيرة الهجرة كمان ممكن نكلمها تاني في الموضوع ده عادي. فده برضو طلب مهم. ايه تاني؟ تاني حاجة توفير الحماية القانونية للمصري بالخارج. ولما بقول توفير الحماية القانونية، انا اقصد بيها هو توفير محامي من نفس دولة الاغتراب، وخصوصا في دول الخليج وعلى رأسهم المملكة اكبر جالية. احنا بعض القضايا لابد، كل القضايا طبعا امام القضاء السعودي لابد ان يكون القاضي سعودي، لابد ان يكون القاضي اماراتي، وكذلك كويتي، وكذلك بحريني. احنا مش موجود عندنا الحماية القانونية دي. عندنا دولة زي دولة الفلبين عندها هذا النظام، متعاقدة مع احد المكاتب الخاصة بالمحاماة، ويمكن من افضل المكاتب في المملكة العربية السعودية للدفاع عن منسوبيها امام القضاء السعودي. ايضا بنطلب من الدولة ايضا مدة امتلاك سيارة بدون جمارك، دي مهمة جدا. تصحيح الوضع القانوني. هي كام المدة دلوقتي؟ هي 3 شهور قاربت على الانتهاء. وانا متفائل ان شاء الله هيكون في تجديد. ايضا مبادرة نقل السيارات، يعني دالة استحسان عندكم او في ناس كتير اشتركت فيها؟ طبعا كتير جدا. لان انا واسرتي ممكن كل واحد مننا يمتلك سيارة بدون جمارك. انا ما ادفعش جمارك، بحط المبلغ كوديعة بالدولار ويسحب بالجنيه المصري بعد 5 سنوات. فدي حاجة كويسة بالنسبة لنا كمصريين في الخارج. حلو قوي. ايضا بنطالب ان المدة المحددة لانتهت طبعا الخاصة بتصحيح الوضع القانوني لأبنائنا الشباب في الخارج يتم مدها، وانا متفائل. معلش اشرح لي النقطة دي شوية اللي ما يفهمش. وضع قانوني بمعنى اللي تجاوز 30 سنة او اللي تحت 30 سنة لكنه مقيم في الخارج، بيفضل قاعد هناك بعيد عن اهله حتى يتم ان هو يكمل 30 سنة وبعدين يرجع هنا. عشان التجنيد يعني؟ علشان التجنيد. فهو كان بيدفع دلوقتي المبادرة الجديدة اللي اطلقتها الدولة مشكورة، بيدفع مبلغ 5000 دولار وبيتم
تصحيح الوضع التجنيدي بتاعه من خلال محاكمة عسكرية بتتم في المملكة العربية السعودية وفي دول الاغتراب، ومن خلالها بيتم أخذ شهادة المعافاة من تأدية الخدمة العسكرية. دي نقطة مهمة جدا. أيضا من خلال ساعات معالي وزيرة الهجرة الوزيرة النشطة سهى جندي أعلنت أن هيبقى فيه أخبار سارة وسعيدة للمصريين في الخارج، وخصوصا خاصة بالإعارات. كان مدة الإعارة يا أستاذ حسام كانت 10 سنوات. طب هو عايز يكمل الأستاذ الجامعة أو أيا كان ما بيقدرش يكمل. كان القانون 10 سنوات بس لازم يرجع. نعم. أوكي. فهي أعلنت أن خلال أيام قليلة أنا أتوقع خبر حصري لنا. خبر حصري لحضراتكم خلال من ساعات، ان خلال باذن الله ايام هيكون في قانون لمد هذه المده، وده هيبقى ليه عائد طبعا على المصريين. أيوه. مصرينا الحبيبه وعلى المصري نفسه المقيم في الخارج. انه ممكن يكون هيئ نفسه خلاص وعاش حياه مختلفه وكده، فعايز يستمر واقتصاديا افضل، واحنا في ظرف اقتصادي صعب، وكمان تحويلاته يعني ما برضه مرتبط بالجذر، فده وين وين سيتويشن. نعم. ده كلام مظبوط. بمناسبه التحويلات عايز اقول لحضرتك على حاجه. في 2022 تحويلات المصريين في الخارج وصلت 21.9 مليار مليار دولار، وده رقم كبير جدا. لذلك من خلال برنامج حضرتك انا بطالب المصريين في الخارج لازم نحول اكتر من كده، عايزين 23 ان شاء الله. اي نعم. التحويلات قلت، انا عارف الكلام ده وليها قلت عشان فرق السعر بس. أيوة. اعتقد ان شاء الله ده هينتهي الفتره القادمه يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. فده هيسهم برضه. ده دعوة حضرتك دعوة وطنية محمودة ومشكورة يعني. ربنا يخلي حضرتك يا استاذ حسام. وطبعا دي دعوة يعني طوعية زي ما بيقولوا، ده حس وطني لكن لا يجبر اي شخص يعني. طبعا احنا المصريين في الخارج دائما وابدا، يمكن احنا 14 مليون على مستوى العالم، اكبر جالية زي ما قلت لحضرتك المملكة العربية السعودية، ثم يليها الولايات المتحدة الامريكية. عايز اقدم تحية يا استاذ حسام لسيدات مصر العظيمات. بصراحة قدموا كرنفال يعني. أنا شفت سيدات والله يا أستاذ حسام في الانتخابات الرئاسية 2024 حبا في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطع 1300 كيلو علشان تدلي بصوتها وترجع تاني للبلد اللي هي منها، السعودية. نعم. يلا. الانتخابات دي أنا بسميها 1300 كيلو. والله ده شيء عظيم يعني، ومسافات كبيرة جدا علشان تدلي بصوتها وترجع تاني لبلدها. المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية زي ما حضرتك وحضراتكم شفتوا على شاشات التلفزيون أثبتوا للعالم، العالم كله بيتكلم عننا. كان مشهد عضلي وشيك ويعكس صورتنا في الخارج يعني. نوجه لهم كل التحية مش بس على دورهم السياسي لكن على الشكل الجميل، كان انعكاس طيب لينا في الخارج الحقيقة. نعم. ده دور كمان رجال الأعمال الموجودين في الخارج. كان ليهم دور إيجابي لا ينسى. توفير المياه لأن الجو حر زي ما حضرتك عارف في السعودية. توفير الوجبات للقادمين من أماكن بعيدة. أيضا توفير كمية رهيبة من الباصات لنقل الناخبين من أماكن إقامتهم إلى اللجان المختلفة، سواء اللجنة بالسفارة المصرية بالرياض أو اللجنة بالقنصلية العامة بجدة. كان ليهم دور كبير جدا. تم توفير أيضا داخل الرياض 62 باص لنقل ناخبين من داخل الرياض. أخيرا كان عندنا الجالية القبطية المسيحية. تواجد مشرف شرقاء الوطن حبايبنا. كان وجودهم وجود مشرف جدا من جميع الطبقات وشريحة بالطول، من أول أستاذ الجامعة حتى العامل شارك في هذه الانتخابات. أيضا فنانين مصر اللي كانوا متواجدين معنا في المملكة العربية السعودية. كلهم شاركوا في هذا العرس الديمقراطي. انا بشكر حضرتك جدا وبوجه لك كل التحيه والتقدير. انت وكل مصريين وابنائنا في الخارج قدمتوا دور مشرف. حضرتك دايما كنت تضيف علينا، متواصل معاك دائما، وده حرص منا برضو على نظل على اتصال. وان شاء الله ما ذكرته حضرتك من مطالبات اعتقد ان الجهات المسؤوله بتتابع، واكيد هيكون ليها رد فعل ايجابي الحقيقه، وتستحق دائما المزيد والمزيد. انا بشكر حضرتك، نورتني الاستاذ عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، نورتنا، شكرا جزيلا.
شكرا استاذ حسام، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا في ختام الحلقه. طبعا هنواصل مع حضراتكم مطالباتنا من خلال فئات مختلفه وفي مجالات مختلفه، وطموحنا واملنا بالنسبه للفتره القادمه 6 سنوات جديده في ولايه الرئيس بالتاكيد بتحمل امال كبيره وتحديات اكبر. سنستمر في مناقشه هذا الملف الايام القادمه. بشكركم، وغدا حلقه جديده من 90 دقيقه. الى اللقاء.